السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا كرام، أهلا وسهلا من جديد معكم يا محمد من قناة وين كونكر، فيديو جديد من فيديوهات كونكر لايف المميزة. وطبعا يا جماعة احنا كنا عايزين نعرف ازاي نقدر نجيب اللي هو الجليز أو رينبو جليز من الإيفنت دي، يعني معلومة كده أنا ما شرحتهاش بس ده اللي دلوقتي هنشرحها. أول حاجة كده يا جماعة أنت هتضرب في الوحوش دي لغاية ما يظهر سيجل شبه بتاع النينجا بالظبط، تمام؟ سيجل شبه بتاع النينجا بالظبط. بتخلص وبعد كده لما بتخش المكان بتاعه عموما بديك بعد كده هو الاماكن المهمة. طيب اول حاجة احنا بس ايه عشان احنا دلوقتي مش عارفين فين مكاننا بالظبط، احنا هنا اهو، هو ده شايفين العلامة دي، هي دي دوس عليها هيدخلك بعد كده اماكن المهمات مختلفة. على فكرة انت تعملها وليك 3 في اليوم عشان تقدر ان انت تجيب رامبو جليز، غير كمان انت لما تستخدم التشي توكن، غير كمان لما انت تستخدم اللي هو كوست ريلم، غير كمان لما انت تخلص الكروس سيرفر، تمام، وتجمع كله، يعني انت هتجيلك في اليوم حوالي 100 واحده. والله زي ما انتم شايفين هي عباره عن مهمات انت بتخلصها فبتاخد مكانها جليز باك لغايه ما انت تاجي لك تاني، تفضل تضرب كده اهو لغايه ما هتجي لك هي تاني. انا عايز اوريكم عدد المهمات اللي احنا بنعملها، هي اصلا بتتعمل تلقائي يعني. يا نتحرك كده، لو اتحركنا ممكن نلاقي في اي حته. مشكلتها بقى اننا يعني هنا ايه اصلا بعمل اكونت كمان مش بضرب كويس. سلام، لو الارشيف بتاعه نزل يا لهوي يا جدعان هيخرب الدنيا ده والله. اهو انترانس ظهرت، حلو ده بقى يا معلم. بص بقى ركز في الموضوع ده، نركز في الموضوع ده. الموضوع ده يا جماعه في 3 صناديق كل واحد ليه باسورد مختلف، بس نصيحه مني ليك لو عملته غلط هو هيديك، بص هيخمن باسوردين، لو واحد منهم طلع غلط هبوظ لك الدنيا. فاحنا نعمل ايه يا معلم عشان نكسب؟ احسن حاجه سماشت، اكسرها اكسرها رايح دماغك، عشان انت لو يا ساتر، عشان انت لو خسرتها مش هتعرف ان انت، يعني انت لو كتبت باسورد غلط هتختفي وهتطلع من المكان. حلو الكلام، فاحنا كده اخدنا جليس باك. ممكن احنا نجرب باسورد هنا، مثلا نكتب 3591 ده هو واحد منهم، بليز تشوز ا باسورد اند انتر ات زراد باسورد الانلوك، الباسورد الصح ايه هيفتح لك الصندوق. فنجرب كده، بسم الله الرحمن الرحيم، هوب الباسورد طلع غلط، فطبعا انت ايه رموك بره. قلت لك فانت احسن حاجه اكسرها وريح دماغك. ادي واحده كمان اهي بدوس عليها. المهم يا عم الحاج اللي تتنى يا مفكرني بتاع الارشر، والله بالليبك بتاع الارشر، تمام، تقريبا كلهم نفس اللون يا ابو. حلو، هو بص هو بيوريك، هو بيوريك بيقول لك الالوان كلها ان انت ايه، يعني هو بيوديك تلقائي الاماكن يعني، تمام. بعد كده اخر واحده مش بقولك هتخليهم كلهم بنفسجي. حاضر، ايه ده ليه كده؟ ليه بتعمل لنا المعامله دي الصراحه؟ بس الفيديوهات بتاعتهم اتحسنت في الموضوع. ايه ده؟ طب ايه نفضل نغير بقى في الالوان؟ يا ده الحظ اللي احنا فيه، اخيرا وقت ظهر معانا يا جماعه البوكس اللذيذ ده. بندوس على البوكس ده بيفتح لنا بيقول لك مبروك خدت الجليز باك. بنفتح الجليز باك كده اهو، خدنا 10 20 28 واحده. حلو خالص، دي كانت يا جماعه المهمه. طيب فهل دلوقتي لو ظهر التاني ممكن نخش نعمل تاني ولا لا؟ فيلا نجرب، نحاول نضرب اهو انترانس. بيقول لك يو هاف اكسبلور ذا وورد زون فور 3 تايمز، يعني انت اخرك 3 مرات، فانت كده يا معلم مش هتقدر انت تعمل تاني، لازم تيجي بكره، تمام. فكده المهمه يعني ان احنا بنقولها ازاي نقدر نجيب منها الوندر جليس دي منيها. انا مش هعرفش الجزء ده، فقلت اشرح لكم عشان خاطر ايه ما يحصلش اي لبس. وعلى فكره هنا مكان الوحش الكبير، هنا مكان الوحش الكبير عشان انت عارفين المعلومه بس. دلوقتي بقى يلا نطلع بره كده ونجرب حظنا، يمكن يجي لنا جيرمنت ولا حاجه بالاكونت النوب ده. مالناش دعوه بحوار الوحوش ده يا جماعه، سيبكم منه كده اهو. خلصت 3 مهمات زي ما انتم شايفين، ندوس على ريتيرن تو تاون سيتي.
بندوس بعد كده على ايوه هات يا عم تريجر، يلا نجرب حظنا. هوب خدنا 10، خدنا بيرفكشن. ودي كانت يا جماعة المهمة بتاعت اللي هو الوندر زون. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنساش متابعتنا على جروب وين وكونكر لمعرفة كل جديد في عالم كونكر اونلاين المميز. اشوفكم على خير، والسلام عليكم.